صفة حابب أنهي بده، صفة صفتين حضرتك تقول للبنت لو سمحتي خدي بالك من الصفتين دول، بصي عليهم ركزي فيهم مع الشاب اللي جاي يتقدم لك، لو لقيتيهم يا ريت تفكري مرة واتنين. لا أنا في 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 أربع أنماط كده ما اتجوزت منهم خالص، لأن إحنا مش ناقصين فرهدة ومش ناقصين إن الناس يعني أنا في الحقيقة يعني أنا بتوجع على اللي بيحصل في في الحالات الزوجية. أول حاجة ما اتجوزتش الشخص المستبد المتعالي. تمام. المستبد المتعالي ده اتبلاها خالص، ده الشخص النرجسي أو الشخص اللي عنده بارانويا، هو ده اللي عارف كل حاجة، أنا والمعجباني اللي مفيش زيي، والمعجباني دوت اللي مفيش حد ما بغلطش أبدا يعني، ده على طول إكس على طول، والدنيا كلها تدور حولك. أهلك يتشرفوا، وده ده عظيم الشرف ليهم إن هم هيتجوزوا، ده خلصان، ده خلصان. الشخص الهستيري، الراجل دوت اللي هو كل تحس كده إن أنت قاعد مع ممثل يعيط بشده وينفعل بشده ويتكلم بشده، ده هيخلي حياتها نار على زيت حار. ما تتجوزش الشخص مدمن اللذه بقى، اللي هو ده الرابع ده بقى، ما احنا عندنا هو الشخص الاولاني المستبد المتعالي بالظبط، وبعد كده الشخص اللي عنده بارانويا والنرجسي ده، النرجسي ده الشخص اللي بعد كده اللي هو الشخص اللي هو الهستيري ده، الهستيري تمام. بلاش منه خالص. والشخص في الاخر مدمن اللذه، مدمن اللذه دوت اللي هو متعدد العلاقات وبيعمل علاقات كتيره وبيزهق من الحاجه ويسيبها ويدور على غيرها، ده بلاش منهم خالص. يزهق بقى من شغله، يقول لك بيغير عربيه على طول، بيغير الموبايل على طول، بيغير مش عارف ايه هواياته، صحابه هيغير دمها على طول، هو هيغير دمها على طول، يبقى ده بالتالي متعود على كده، فبلاش ده. وعلى فكره ونفس الكلام دوت موجود برضو في الستات اكيد. فهو احنا الحاجات دي في الغالب مش بنقول ان مش ممكن يحصل الطفره، طبعا الله سبحانه وتعالى يغير طبعاً. ان الله لا يغير، ولكن مبدئيا لو موجودين ناخد بالنا من ده، ناخد من ده بالنا جدا جدا جدا، لان هو اللي حاصل دي شخصيات عاليه التكلفه. تمام. حتى في الجواز يعني احنا حتى في الجواز من الحاجات الاستشارات اللي بتبقى صعبه عندنا، تمام، ان هي تكون عندها شخص حاجه من الاربعه دول، بس في الجواز ما بنقدرش نقول لها تطلعي، لكن بنفضل نشتغل معاها عشان نتصلح او تتصلح يعني. طيب دكتور رندا برضو حاجتين ثلاثة أربعة هقول للطرفين يبعدوا عن الشخص الكذاب تماما، لأن ده خلاص بتفقد الثقة معاه. الشخص اللي ملوش كلمة، اللي ممكن يوعد ويرجع في كلامه، الإنسان اللي مش هحس معاه بأمان، اوعي تدخلي في العلاقة دي أبدا، لأنك هتندمي العمر كله. طب الولد بقى الشاب ده للحالتين على فكرة. يعني الـ طبعا لازم تختار ست تأتمنها على بيتك، ست تبقى مضللة على بيتها، ما بتفشيش أسرار البيت، يعني تثق ان انت تقول لها أسرارك كتومة. وتبقى مطمن من الأول كنا دي على فكرة دي نقطة يعني. مهمة جدا عشان احنا برضو للأسف دلوقتي بنلاقي حياة أزواج على المشاع طبعا. حقيقة وسط ناس غربة على صفحات الفيسبوك حقيقة. يعني احنا النهاردة بنشوف فعلا ناس بتنزل ببوست عن مشاكل حصلت بينها وبين زوجها، وبتاخد آراء ناس ما تعرفهاش أصلا صح. فيعني دي برضو نقطة مهمة جدا، ست تحفظك وتخاف على مالك وتخاف على أولادك وتقدر إنها تربي تربية مظبوطة طبعا يعني. يا رب شكرا جدا لحضرتك، شكرا جزيلا دكتور رندا فارس، شكرا جزيلا دكتور عمرو الورداني، شرفتونا وأنستونا، كل عام وحضراتكم حضرتك طيب، شكرا جزيلا، شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وتصبحوا على كل خير، إلى اللقاء.